وللحديث أكثر عن موضوع عودة فوزي شوشي بعد 5 سنوات كاملة من الغياب سنة 2012 تحديدا، نربط الاتصال بحارس مولودية الجزائر فوزي شوشي معنا الآن عبر الهاتف. فوزي مساء الخير. مساء النور. إذن بداية، فوزي، هي عودة ربما كنت تنتظرها منذ زمن طويل، 5 سنوات منذ آخر استدعاء لك سنة 2012 للمنتخب الوطني، أين تم استبعادك في ذلك الوقت باتهامات ربما من طرف بعض الأشخاص كذلك. أولا، كيف تلقيت استدعاء عودتك من جديد للمنتخب الوطني بقيادة رابح ماجر؟ بون، نقول لك هذا الأولى تسمح من رحب. السلام عليكم. سلام. هذا الأولى نقول لك سمعت الخبر على عندكم هنا في نشاط الهداف، صافيت لي زعما قلت عاود وليت المنتخب الوطني. ونشكر الشيخ ماجا كل ستاف تاعو، ونقول معكم الصحة ديال سي القاضي، وان شاء الله نمدنا خير ان شاء الله. ان شاء الله. اذا شوشي، طبعا الان كل شيء ممكن، طبعا انت دائما كنت ترفع التحديات في المنتخب الوطني والجميع يعلم تاريخك في المنتخب الوطني. الان هل طموحك هو قيادة المنتخب الوطني الان في حراسة المرمى وطبعا مكانة اساسية؟ ان شاء الله دوك انا ندير لي عليا ما يقول لك خدمة المنتخب الوطني، وان شاء الله اللي يكون ميور كيما يقول لك نديروا ما خير ان شاء الله خير ما اللي كنا على ربي ان شاء الله. نعم. فوزي شوشي، انت تمتلك خبرة كبيرة سواء على مستوى الاندية الجزائرية او على مستوى المنتخب الوطني، ما الذي يمكن أن يقدمه شوشي الآن في المنتخب الوطني، خصوصا وأنك يعني بلغت من السن ربما المرحلة التي نضجت فيها مع المنتخب الوطني وكذلك مع الأندية، ما هو الشيء الذي يمكن أن يقدمه فوزي شوشي الآن للمنتخب الوطني؟ مهمك بالخبرة إن شاء الله نمد البيوت إن شاء الله المنتخب، وإن شاء الله باش يعاودوا نفرحوا الشعب الجزائري ونفرح بزاف إن شاء الله باش نكونوا كاع في الموعد على ربي. نعم. فوزي شوشي، المنتخب الوطني الآن مقبل على مبارتين هامتين، طبعا الثانية هامة بالنسبة للتشكيلة الوطنية لإعادة الاعتبار وليس بالنسبة للتأهل، بما أن الجزائر أقصيت نهائيا من سباق المونديال. التشكيلة يجب أن تبحث الآن عن معالمها وأن تعود من جديد لسكة الانتصارات. كيف ترى مباراة المنتخب النيجيري وكذلك مباراة إفريقيا الوسطى في الأسبوع الموالي؟ تكون مقابلة ترولي اليوم الجاي بيقول باش يكونوا باش اللاعبين يتدعاهم ان شاء الله يكونوا بقوه ان شاء الله باش ندخلوا كما نقول لك ندخلوا في التسارع ان شاء الله باش نديروا اللي علينا باش نفرحوا الشعب الجزائري ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا المباراة الثانية الودية ستجمع بين المنتخب الجزائري وناظره من افريقيا الوسطى، ستلعب في ملعب تعرفه جيدا وتمتلك فيه ذكريات جميلة، ملعب 5 جويلية الذي سبق وان توجت فيه بكأس الجمهورية ولعبت فيه سنوات طويلة رفقة جمهور يعرفك جيدا، جمهور مولودية الجزائر، ما هو ربما النداء الذي توجهه للشناوة في هذه المباراة الهامة بملعب 5 جويلية بعد غياب كذلك عن ملعب 5 جويلية لسنوات؟ نقول لك الشعب الجزائري ان شاء الله يكونوا حاضرين، خاصه الاصل المولوديه اللي عندهم هذه ذكريات معهم جيده، ان شاء الله يكونوا في جويل فندون ان شاء الله حقيقه. نعم. اذا فوزي شوشي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات ومبروك عودتك من جديد للمنتخب الوطني. بارك الله فيكم وشكرا قناه الهداف وقناه برج النايم. شكرا جزيلا لك. الى اللقاء. إذن نواصل دائما ونجدد من جديد بخصوص القائمة، قائمة المنتخب.